انا اسمي علي الدمرداش، انا انترن مع فيري نايل. انا ابتديت هنا شغل معاهم في نوفمبر. جينا ابتدينا في المشروع هنا في جزيره القرصايا. احنا داخلين المشروع ده مع ان جي او اسمها مشروع السعاده. التارجت بتاعنا هنا في الجزيره ان احنا نحسن عيشه الناس هنا في الجزيره مع مشروع السعاده، وفي الناحيه الثانيه بنساعد الصيادين بان احنا بنخليهم ينزلوا وهم بيصطادوا في نفس الوقت يصطادوا بلاستيك من النيل. فده بيساعد ان اولا النيل بينضف، ثانيا بندخل لهم دخل زياده في الشهر فبيساعدهم في الشهريا يعني، وفي نفس الوقت بنساعد البيئه وبننظف النيل بتاعنا اللي احنا بنحبه كلنا. ليه بقى الموضوع ده مفيد جدا للبيئه؟ اولا السمك بالنسبه له البلاستيك ريحته زي ريحه الاكل بتاعه بالظبط، فهو مش بيعرف يفرق ما بينه وما بين اكله، فلما بياكله يا اما بيموت يا اما احنا بنصطاده وبناكله بالبلاستيك اللي جواه. فان احنا نطلع البلاستيك من الميه ده اولا بيزود السمك في النيل للصيادين ان هم يعرفوا يصطادوا اكتر، بينظف من السمك، فاحنا لما نصطاده حتى السمك اللي بناكله يعني يكون انظف، وفي نفس الوقت بيزود في البايو دايفرستي بتاعت النيل. لحد دلوقتي احنا مجمعين اكتر من 40 طن بلاستيك من النيل، واكتر من 3800 فولنتير، وعندنا حوالي 4 مشاريع اشتغلنا فيهم. احنا المكان ده مش موجود لمجرد عشان فتره ونقفله، احنا كفيري نايل عامه التارجت بتاعنا ان احنا ما نشوفش ولا ازازه ميه في النيل. في نفس الوقت عاملين ورك شوبس، الورك شوبس دي بنشتغل مع السيدات بتوع الجزيره، بنخليهم يعملوا منتجات من البلاستيك اللي احنا بنطلعه، زي شنط المريالة بتاعت المطبخ.